بسم الله الرحمن الرحيم. المواد المعلقة هي مخلوط إذا تركت فترة زمنية ترسبت جسيمات المادة في قاع الإناء مثل هذا الإيطاليان صوص تعرفونه، أي تشوف فيه جسيمات صح، واضحة الجسيمات اللي فيه، إذا تركته مدة راح ترسب هذا الجسيمات، فهذا يسمونه شنو؟ مادة معلقة. ميزاتها أن قطر الجسيم فيها أكبر من 1000 نانومتر، قطر الجسيم فيها أكبر من 1000 نانومتر، بينما في المحاليل المحلول كان أقل من 1 نانومتر، لكن هني أكبر من 1000. وهي غير متجانسة. شنو يعني غير متجانسة؟ يعني تقدر تميز بين أشياء فيها، يعني تقدر تميز أكثر من مادة. أشوف أنا نقط سودة، وأشوف يعني سائل برتقالي، وأشوف نقط صفرة، وأشوف، إذن هي غير متجانسة، يعني مو كلها شكل واحد. الغرويات هي مخاليط فيها جسيمات، لكن الفرق بينها وبين اللي راحت أن جسيماتها أصغر، يعني حجمها من 1 إلى 1000 نانومتر. زين، وقال لك نبي نغير الأسامي. لما كنا نتكلم في المحاليل كنا نقول مذيب ومذاب، الحين لا، الحين عندنا اللي منتشر يسمونه الصنف المنتشر، اللي هو الجسيمات الغروية اللي في المادة يسمونها الصنف المنتشر. أما الوسط اللي فيه الجسيمات يسمونه وسط الانتشار. إذا بدال مذيب ومذاب قمنا نقول صنف منتشر ووسط انتشار. طبعا وسط الانتشار ممكن يكون صلب، سائل، غازي. شو هذه عندك مثلا الرغوة، وسط انتشارها سائل، نشرنا في هذا السائل شوية غاز فطلع عندنا الرغوة. مثالها بعض أنواع الكريمة. الهلام اللي هو الجيل اللي احنا نسميه أو شيء، هو صلب، وسط انتشار الصلب ونشرنا فيه غاز، وهكذا. لما تركزها، لما تزيد تركيزها هذه الغرويات يصير شكلها مثل شكل الحليب، لكن لما تخففها تصير صافية. شوف هني عندك هذه نفس المادة الغروية، اللهم هني قاعد نزيد التركيز باستمرار، فلما كانت خفيفة كانت صافية، لو زايدين احنا التركيز هني زيادة كان صارت مثل الحليب، شكلها مثل الحليب، لكن طبعا يختلف اللون. طبعا الغرويات لا تترسب، بينما لما تكلمنا في المعلقات كانت المعلقات شنو؟ تترسب. لا يمكن فصل جسيماتها بواسطة ورقة ترشيح، ليش؟ لأن أنا لو مرتها على ورقة ترشيح جسيماتها جدا صغيرة، بينما في المعلقات كنا ممكن يعني نستخدم ورقة ترشيح لفصل المادة المعلقة لأنها جسيماتها كبيرة. أما هني في الغرويات ما نقدر نفصلها بواسطة ورقة ترشيح. إنزين، ليش ما تترسب؟ تعمل جسيمات الغرويات على تشتيت الضوء المرئي في جميع الاتجاهات، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة تندال. شوف عندك هذا الليت، حلو، ضربناه على محلولين وراء بعض، أو محلول ومخلوط. هذا المحلول محلول حقيقي، يعني مذيب ومذاب، مر من الضوء بدون لا نشوفه، يعني ما تغير اتجاهه، مر وإحنا ما نشوفه، أنا ما أقدر أشوفه هني. لكن هني في المحلول الغروي اصطدم بجزيئات أكبر من جزيئات المحلول العادي. إذن في الغروي جزيئات شوي تصير أكبر من المحلول الحقيقي، فلذلك تشتت الضوء، يصطدم فيها الضوء يتشتت، فلذلك أنا أشوفه الحين. أما هني ما كنت أشوفه، كان مار يعني بسلاسة، لكن هني لا، اصطدم وتشتت. هذه الظاهرة تسمى ظاهرة تندال. وكذلك لو حطينا هني أنبوبة فيها مخلوط معلق أيضا راح يشتت الضوء. ليش؟ لأن جسيماتها أكبر بعد، جسيمات معلقة فيه أكبر. إذن القضية كلها لها علاقة بحجم الجسيمات، هذا جسيماتها صغيرة يمرر الضوء، أما هذا الغروي يشتت الضوء. وكذلك المعلق، لو كان فيه معلق هني لكان شتت. لما تشوف المحلول الغروي راح تلاحظ أن الجسيمات هذه في حركة دائمة غير منتظمة، تسمى هذه الحركة الحركة البراونية، لأن في واحد اسمه براون هو اللي اكتشفها فسموها عليه. إنزين، يعني قاعدين يتداعمون، بس مجرد أنت يتداعمون باستمرار، وهذا ينتج طاقة حركية تخليهم يتحركون زيادة. حلو، إنزين، معناته بسبب هذه الحركة البراونية ما راح يترسبون أبد، هذا المحلول الغروي ما راح يترسب الجزيئات اللي فيه لأن في حركة براونية. إذن هذه هي إجابة السؤال اللي توم ساعة قلنا ليش ما تترسب؟ تقول لي بسبب الحركة البراونية. إنزين، بسألكم سؤال مو في المنهج، الحين المعلقات ما فيها حركة براونية،
من بالها فيها حركة براونية. إنزين إيش معنى هذه ترسبت؟ ترسبت لأن الحركة البراونية تنتج طاقة معينة، لكن الجزيئات هذيك لأنها ثقيلة كبيرة ثقيلة، فقوة جذب الجاذبية الأرضية لها جدا كبيرة، أكبر من طاقة الحركة اللي تنتجها الحركة البراونية. أما هني هذه الجسيمات أصغر، فالحركة البراونية تقدر تغلب قوة الجاذبية فتخليها يعني ما تترسب. لو ياك سؤال بالامتحان الحين، خلنا نتكلم بالمنهج، لو ياك سؤال بالامتحان قال لك ليش هذه ما ترسب، ليش المحلول الغرامي ما ترسب جسيماته، تقول بسبب الحركة البراونية. قالك الغرويات تنقسم نوعين، محب للماء وكاره للماء. حلو. المحب للماء ليش يحب الماء؟ لأن الماء قطبي، وهذه الغرويات اللي تحب الماء أيضا قطبية، لذلك ما في مشكلة أنها تندمج مع الماء. يشوف هذا الشكل عندك، هني في نوع من القطبية وهني في نوع من القطبية، تشوف سالب وموجب سالب وموجب، والماء أيضا قطبي، لذلك يندمج مع الماء وما في مشاكل. غالبا يعني هي تكون جزيئات كبيرة مثل البروتين، هذا يعتبر غروي محب للماء. الغرويات الكارهة للماء غير قطبية وغير ثابتة. يعني شنو غير ثابتة؟ يعني ودها تترسب بأسرع وقت. حلو. ودها تسوي ترسيب، ما تبي تظل غروية. ليش؟ لأنها تكتل تجمع مع بعضها وتوخر عن الماء، تكره الماء. فأول ما تحطها تشوفها كذي، بعدين شوي 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 تبدأ تجمع، هذا يلصق بهذا وهذا يلصق بهذا، شوي 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 وتصير كبيرة، هاي يصير نصف قطرها كبير، فتصير كأنها شنو معلقات، فالترسب تحت. حلو. هذه الكارهة للماء. لكن من الممكن زيادة ثبات الغرويات الكارهة للماء إذا أضفت لها محلول إلكتروليتي. يعني ممكن أخليها ما تترسب إذا حطيت لها محلول إلكتروليتي. عجيب. شلون؟ قالك المحلول الإلكتروليتي مثل NaCl كلوريد الصوديوم، لما NaCl ذوب الماء عشان يسوي محلول راح يطلع عندنا كاتيون الصوديوم وأنيون الكلوريد. إذا صبيته على هذه المادة الغروية راح يصير عملية امتزاز. امتزاز يعني شنو؟ يعني التصاق بالسطح، يعني إما الكاتيون أو الأنيون، واحد منهم بس راح يلصق على سطح كل الجزيئات الغروية اللي موجودة في هذه شو اسمه الخليط الغروي. وبعدين يقول كذا لصق على السطح، هذا كله موجب وهذا كله موجب، هل ممكن تجمع الجزيئات الغروية؟ لا. ليش؟ لأن يصير في تنافر ما بين الكاتيونات. لو صار العكس، لو الأنيونات هي اللي هاجمت وهي اللي سوت التصاق، راح تكون كل المحلول تهاجمه بس الأنيونات، يعني كل الجزيئات الغروية راح تهاجمه بس سالب 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 سالب، هني هني سالب سالب سالب، نفس الطريقة، فيصير ما بينهم تنافر. لكن ماكو محلول إلكتروليتي تضيفه، بعض الجزيئات تأخذ موجب وبعض ما تصير، وبعضها سالب ما تصير، إما كلها موجب أو كلها يصير لها امتزاز. شو اسمه، يعني كل الأيونات السالبة هي اللي يصير لها امتزاز. هذا جدول يلخص الموضوع كله، ما يحتاج أشرحه، اقرأ أنت بروحك، والحمد لله رب العالمين.